ما تحكي لي انه في سيدة بتكون مبسوطة وهي شايفة انه حجم ثدييها عماله بصغر وبتفقد انوثتها بفقدانها لهذه العلامة المميزة لأي آنسة وسيدة. اكيد اللي بتفقد وزنها رح تفقد من حجم ثدييها لانه عم تفقد دهون، واكيد رح تفقد دهون حتى من الثديان. حلقتنا اليوم اكيد مش الك، للسيدات، لك سيدتي، لك آنستي، كيف نزيد حجم الثديان اثناء نزولنا بالوزن او بعد وصولنا لوزننا المثالي. حلقاتنا أكيد تعتمد على الرياضة، فخلينا نرافقونا بعد الفاصل وراجعين. في البداية قبل ما نروح ونعمل التمرين قدامك حتى تقدر تنفذيه في البيت أو في النادي، ضروري تفهمي ليش عم نستهدف العضلات هاي وكيف بتشتغل حتى تفهمي تمرينك وتعمليه صح وما تأذي حالك. هلأ السيد عظمي هون عنده نفس المشكلة اللي انت بتعاني فيها، بده يكبر منطقة الثدي عنده. هلأ المشكلة في هون انه الثدي زي ما حكينا انه هو مش عضلة، هو عبارة عن كتلة من الدهون. فالطريقة الوحيدة انك انت تبرز الثدي هي انك تشدي الجلد الموجود والدهن الموجود تطلعيه للأعلى. اذا بدك تطلعيه للأعلى معناته العضلات الموجودة تحت الثدي لازم تكبر حتى يبرز الثدي للأمام. طيب إيش هي العضلات الموجودة تحت الثدي؟ في عضلة كتير كبيرة تحت الثدي في المنطقة هذه منسميها البيكتوراليس. البيكتوراليس هي عضلة الصدر، وعند الرجل هي نفس العضلة عند الأنثى. الفرق بين العضلتين ولا إشي، اللهم عند الأنثى في كتلة من الدهن موجودة ومعلقة على هاي المنطقة ومغطاة بنفس الجلد بالطريقة اللي بتعطي الثدي حجمه وشكله. والرجال اللي بيصير عندهم تثدي بيصير عندهم نفس الكتلة الدهنية عندهم، فبالتالي بيصير عنده ثديه زي ثدي الأنثى. هلأ عضلة البكتوراليس اللي انت بدك تمرنيها موجودة على القفص الصدري، مرتكزة على القص، عظمة القص، ومرتكزة على نفس القفص الصدري القفص، بالإضافة لعضلة الترقوة أو عظمة الترقوة عفوا. هاي العضلة مكونة من ثلاث رؤوس. الرأس اللي فوقاني هاد اللي هو كلهم رابطين مع العضد أو مع الهيوميرس. هلأ عشان أنت تبرز الثدي لازم تعملي تمرين يخلي هاي العضلة تنقبض. هاي العضلة حتى تنقبض بكل بساطة هي لازم تجذب اليد لإلها. يعني إذا أنت عملتي مسكتي وزن وكنت متسطحة وعملتي التمرين للأمام، أنت بتخلي عضلات الصدر تنكمش وتنقبض، وبالتالي إيدك بتسحبها، فلهي الحركة اللي بيعملها هي عضلات الصدر. إذا كنت عم تحملي وزن والوزن هاد جيتي رجعتيه لهون قربتيه لعندك في هاي الطريقة، أنت فعليا عمالك بتسحبي إيدك من تحت باتجاه العضلة اللي هي السفلية. هاي العضلة السفلية اللي هون هي العضلة اللي رح ترفع لك الثدي لتحت، هي نفس العضلة بس لها ثلاث رؤوس. الأبدومينال هيد الرأس السفلي هو اللي رح يرفع الصدر للأعلى. الميجر بيكتوراليس هاي العضلة الحمراء هي اللي حتحافظ على زيادة الخروج للأمام، فلأنها بتتنفخ مع التمارين الفلاي أو البوش أبس اللي رح تعمليها الآن تبعت للسيدات. العضلة الأمامية برضو بتعطيك بتدفشه لتحت، فبصفي في بروز للأمام. هذا على عظمي. هلأ منروح بنعمل الحركات، حنعمل خمس تمارين تقدر تعمليهم في بيتك أو في الجيم ويكون نتيجتهم توصل إلى الهدف اللي بدك إياه. وهينا اجينا عند كوتش معتصم الخواجة سيرتيفايد بيرسونال ترينر، رح يساعدنا في حركاتنا لليوم. حركاتنا لليوم الهدف منها تكبير الصدر الثديين من خلال تقوية عضلات الصدر اللي بتيجي أسفلهم. شو بدنا نعملهم للصلاة اليوم؟ اليوم حنعمل تمرين خاصة بعضلة الصدر، رح نعمل على تقوية هاي العضلات في أكثر من تمرين. تمارين اليوم رح تكون خاصة لتقوية عضلات الصدر، حنعمل فيها تمارين حتكون بادي ويت باستخدام وزن الجسم، وحنعمل تمارين بتولز خفيفة بتقدروا انكم تلعبوها في البيت، ما بتحتاجوا أي أدوات. إذا الدامبلز مو موجودين عندكم حنعمل التمارين بأي تولز ممكن احنا نستعملها بديلة عن الدامبلز، ممكن مطرات المي، ممكن أي يعني أدوات تستعملوها انتم في البيت. يعني المهم انه ما حيكون في حاجتك انك تطلعي برا بيتك، ما في أي يعني ما في أي داعي. إذا انت ما بالجيم مثلا بعيد عنك ما بتقدر تروحي على الجيم، ما يعني ما بتحبي انك تروحي على الجيم، لكن المهم انك تعمل رياضه، فاحنا حنعمل التمارين هاي للناس اللي بتعاني من موضوع انها تروح على الجيم او ما بتحب تروح على الجيم او الجيم بعيد عنها، فهي تمارين خاصه لكم حتساعدكم كثير. حنعمل اربع تمارين، تمرين بادي ويت وثلاث تمارين حنستخدم فيهم وزن خفيف بتكنيك ممتاز، سهل جدا انكم تضبطوا التكنيك لانه تمارين حيكون للمبتدئين. على التمرين يلا يلا
اوكي، اول تمرين عندنا حيكون هو تمرين البوش ابس الايزو اوبشن. الايزو اوبشن احنا بنستخدمه للصبايا، بتكون الرجلين على الركب، سوري، على الارض، بنعمل كروس بالفوت من ورا، نعمل كروس احمد، نعمل كروس، الجسم يكون مستقيم، يس، ايدينا لقدام شوي، ايدينا بتكون باتساع الكتف، بننزل 1 بنطلع، جود جوب. بس لازم نركز انه جسمنا كله ينزل، ما ننزل بس بالتشيست. اوكي، الدامبلز حنعملهم احنا بهاي المسكة لحتى احنا نشتغل على مفصل الكتف كويس، لانه احنا لو عملنا المسكة العادية هيك حنأثر على مفصل الكتف. جرب اعمل واحدة بالمسكة العادية احمد، ارجع العب، حنلاقي انه هون الكتف بكون في استقامة، وهي مو حركة من حركات الكتف، لأنه هون لما نعمل يس العب، هون إحنا بنعمل سيفتي للشولدر جوينت. فالتمرين عندنا بكون بهاي الطريقة، نفتح إيدينا أكتر. هذا هو تشيست بريس فلات دامبلز، يس. أوكي، هلأ حنعمل تمرين فلاي تشيست باستخدام الدامبلز. راح نطلع بالدامبلز لفوق، يس، هذا التمرين متعارف عليه بالجيمات باسمه التجميع، بجمع عضلات الصدر على بعضها. هلا هذا التمرين عندنا البولوفر تشيست. البولوفر تشيست بنخلي كوعنا باستقامه وما بنرجع لورا كثير، ومنقدم لقدام التشيست، بنشد على التشيست واحنا بنلعب، اوكي، ما بنرجع لورا كثير عشان ما نشغل عضلات ثانيه، نعمل عزل لعضلات التشيست واحنا عم نشتغل عليها. ضروري جدا نعرف انه احنا قبل ما نبلش التمرين لازم نعمل شيء اسمه الورم اب. الورم اب اللي هو الاحماء ما قبل التمرين، يفضل مده الاحماء تكون من 10 ل 15 دقيقه، نرفع فيها درجه حراره الجسم ونرفع فيها الهارت ريت. بعد هيك بنبلش التمرين. التمرين اللي عملناها اليوم سهله وبسيطه، لكم تلعبوها في البيت. تكراراتها حتكون عباره عن 14 تكرار في اول جوله، و12 تكرار في ثاني جوله، و10 تكرارات في اخر جوله. وبنهايه حلقتنا لليوم راح اترك اكيد المعلومات تبعت الكوتش معتصم في صفحته على الانستغرام واليوتيوب والفيسبوك تحت في الديسكربشن. واذا شفتوا معلومات بالفيديو مفيده اكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومه اكيد خير وزكاه العلم نشره. وما تبخل على حالك، تنضم للقناه وتكبس اشاره الجرس لتجيك اول باول اشعارات كل ما يخطر على بالي فكره مفيده لك. واكيد ما تنسوا تعملوا لايك، واكتبوا بالتعليقات ايش رايكم في الحلقه هذه، هل اعمل كمان منها، وعشان لانه انا بتحلقاتي هي موجهه لطلباتكم. وبتقدروا تتابعونا اكيد على الانستغرام والسناب شات، وبتقدروا تنضموا لعالمنا الرائع على الفيسبوك، عالم سمر سكيتو اند فاستنج بلانيت. واشوفكم ان شاء الله في الحلقات الجاي بامان الله، مع السلامه.